البرية أو البحرية. إذا الجزائر خاد يحضرها وين تعس وين تعس الحدود ديالها بكل بكل وقتها بكل انا السؤال سرعة علمك انا باش يعطيك جواب جواب سياحي انا ماشي الملكيه وين راهي صافي تري بيان انا ماشي ولد البحر انا كندخل بالجيت سكي ولكن معيش في البحر يحيى كنظن كيدخل اكثر مني بالجيت سكي من 2000 انا 2000 باقي ما عمري دخلت ديك الساعه بالجيت سكي صح هذا السؤال خلي قبل ما يجاوب لا لا انا اليوم الصباح كنت بالجاتسكي مزيان ولكن الجاتسكي اسمع الجاتسكي رضوان بون مانيش يعني خارج البلاد بالجاتسكي رضوان تعرف الجاتسكي مخدوم للوشو ناس دير به الوشو ماشي تسافر به انا حرك ماشي تسافر لا كاين اللي كيسافر به بلاتي راه كاين اللي كيحرك به كاع من المغرب لاسبانيا بحال ام الجزائر لاسبانيا خليك معايا يحيى يحيى واحد السؤال الله يرحم لك الوالدين دابا الناس كيتسائلوا تيقول لك اسيدي البحريه الملكيه والدرك الملكي فين كانوا في الوقيته اللي الدراري خرجوا واش كانوا معلومين واش بلاتي بلال خلي يقطع الميكرو باش يجاوبنا خي يحيى قطع الميكرو بلال الله يرضي عليك واش الدرك الملكي والبحريه الملكيه كانت معلومه انهم دري يخرجوا حيت في نفس الوقت يحيى سمعنا بانه كانت اون سانكيام بيرسون معاهم ورجعات لا مارينا دخلت للبور تفضل داك انا شوف قبل ما نجاوبك السير دو غادي نجاوب اخ بلال الجزائري لانه بغى يفوت مغالطات وهذه ما تفوتش اولا باش يقول ابن عم المرحوم قالوا الجيتسكي قلنا الرصاص وكثرة الرصاص اللي تلقوه كله كوبي الميكرو الله يحفظك خويا شي واحد راه مشوش علينا تما دراري الميكرو مستر خويا الميكرو الله يرضي عليك قطعوا مستر اخوان انت واحد الله يخليكم ما يحل الميكرو انا غنسدو الميكرو صافي هذا هكذا احسن شوف تفضل انا قلت مكثرة الرصاص الرفال اللي تلقوهم انهم قال لك الله يا صاحبي عيب واحد يتكلم بهالطريقه وقيل انت قلت يمكن صحافي وهذه واحد ما فيهوش مغالطات باش تبرر نتايا كما نقولوا في فرنسا هذا راه اساسين هذا قتل عمد ما فيهش شي حاجه اخرى مابقاوش نخربقوا ولا نبروا شوف مكثره الرصاص انه حتى الجيتسكي قلت الجيتسكي فيه رصاص والجثمان ديال ولد عمي فيه الرصاص والجثمان اللي راه عندهم فيه الرصاص واش باغي يفوتنا هذا باغي زعما يقول باللي هما باللي البحريه الجزائريه ولا اللي النار انه زعما تلقوا النار على الجيتسكيت باش يحبزوا باش نتاع الحاجه شوف واحد السياحية اولا نعظم لك الاجر دقيقه بلاتي بلا قطع الميكرو الله يرضي عليك غير ثانيا دقيقه برك نكمل لا ما تمررش المغالطات رضوان لا هو انت مصمم المغالطات بلا راك انت اللي هضرت حنا نجاوبوك راك انت اللي تكلمت حنا نجاوبوك خليك بلا هو يجاوبك ونفتح لك الميكرو تفضل يحيى شوف قلت لك قبيله رضوان ورا قاسم روها قلت باللي هما مين جاو راهم جاو بالريزيرف يا قلت هاد النقطه انا وعندكم لا فيديو قلتي انا جاي تخيل داك الرصاص وقلا الفيديو راه كاين الفيديو نتاع الجيتسكي اللي مات عليه المرحوم راه كاين وكاين لي فيديو ديالو تخيل داك تخيل معايا بيلا راه يقول بلي يعرف الجيتسكي انه الريزيرفوار تاع الجيتسكي راه يدي واحد المساحه لداخل الجيتسكي كبيره نفهموا ايوا تخيل معايا لو كان فيها ليسونس هذيك القرطاس اللي دخل في الجيتسكي واش غادي يكون غادي يكون انفجار بوم والله يرحم يعني راه كانوا ما يلقاو حتى واحد هذوك الموتى اللي ما يرحمهم راه ما يكونوش كاع غادي يفرقوا يعني باش بقاش اللي يفوتنا مغالطات ان الرصاص ضربوه باش قتلوا الناس قتلوا هادوك السياح قتلوا بيلا القيسي وعبد العالي مشيور ماتوا مقتول بقاش تفوت لنا مغالطات وداء بلاتي كتاكد لي انهم مضروبين من اللور ياك يحيى مضروبين من اللور راه كان شوف كاينه فوتو اللي جايه من الجزائر هذه عكره عند العائله ديال مشيور لهتم الله يرحمه مضروب من الراس من اللور والعين ديالو مسكين خارجه راه يعني ما تقدرش تشوفها واحد الصوره يعني ما نقولكش يعني ما نقولكش واخا ديك لا سانكيام بيرسون يحيى الشخص اللي كان شوف رد غير على السي بلال ونكملوا قال لك
خو المرحوم محمد اللي منع اللي نجا قال باللي قال السلطات الجزائريه قالت له حبس. لا لا ما عمره قالها هذه، ما عمره قالها في الفيديوهات. وباللي خوه قال له لا ما تحبش سير سير، لا ما كايناش هذه، ما كان في اي فيديو نتحداه انه يجبد لي فيديو. دار الاشاره هو ما قالش، دار الاشاره. لا لا درك بلال واش قال، بلال واش قال دروك، بلال قال باللي انه البحريه الجزائريه قالت له حبس لعده مرات. اه قالها راه مسجل هذاك في اللايف، قال قال باللي السلطات البحريه نعم قالها، قالها هو جبد الفيديو، جبد الفيديو، شوفوا الفيديو. غير يسالوا غير يسالوا. اوكي 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 تفضل. الفيديوهات كاينين. محمد ما عمره قال، غادي نهضر بشويه باش تفهموني، ما عمره قال انه البحريه الجزائريه قالت له بلوزيغ فوا لعده مرات قالت له توقف وهر، ما كايناش، ما عمره قالها، ما عمره قالها. هو قال باللي خوه بلال المرحوم بيدو غيبيلو باللي المغرب راه هاك، يعني المغرب راه بهذا الاتجاه. واش فهم محمد، محمد ولد عمي هذا واش فهم؟ فهم باللي السير المغرب راه هاك. هو دور جيتسكي وغادي يمشي اتجاه المغرب، وتما فاش طاح اونبان وبدا يدفع جيتسكي نقص في الماء، صوته في الماء وبدا يضرب بيد ويدفع بيد باش يسلك جيتسكي ديالو ويخرج. وهذه اي واحد اللي يدير جيتسكي يعرفها باللي انه الا تحت اونبان بليسونس ولا باي بان اخرى اي دفع، دفع ولا تجر كيما تبغي. انا انا اغلبيه ندفع، انا عندي فيديوهات اقسم لك بالله قدام اللي كانوا معايا يضحكوا، كنا نضحكوا يعني بداك في الماوني، كنت اونبان في الماوني ندفع الجيتسكي، ندفع الجيتسكي ونعوم. هذه راه تصرى لاي واحد، ما نفوتوش مغالطات. نمشيو للسانكيام بيرسون، كان معاهم سانكيام بيرسون، هذاك سانكيام بيرسون كان قبلهم، كانوا كانوا هما كانوا استغفر الله ربي، كان قبلهم ولا المهم كانوا متباعدين على بعضياتهم. هو ملي دار المارينا ما شافهمش، هو دار المارينا وهما مشاو نيشان. اوكي يعني ما شافوش بعضياتهم. واش هو اللي علم البحريه الملكيه؟ لا انا جايك السؤال. شوف هذيك تاع البحريه، وحنا كيفاش كيف حنا هنا في السعوديه عطينا حتى ل 8 فانتور، فانتور ما تجيش تخرج، اللي يكون على برا يدخل يقيدوا. والله يرحم باك، اللي يكون على برا يدخل، دخل دخل. انت كون تجي مثلا 8 قبل 4، انا صرات لي اقسم لك بالله مؤخرا صرات لي قبل الحديثه، جيت خارج ردني قال لي لا صافي لا جوندار الدرك الملكي ماشي لا مارين، الدرك الملكي يكون واقف بالزودياك في الباب ديال مارينا، تجي خارج يرجعك. نعم ولكن قل 4 يعني كما نقولوا 7 7 و40 دقيقة 7 ونص مشي مرات يقدروا يحبسوا يقول لا صافي ما تجيش رجع ويرجعوك. اللي يكون على برا يدخل. من اللي غادي هما غادي كل واحد غادي يستاسوني في البلاصة ديالو، من اللي دوز واحد دوز واحد المدة وغادي يشوفوا باللي هذاك الجيتسكي ولا هذاك الباطو ما دخلش ما تدخلش، غادي هما يديروا غادي مارينا في يعني كما نقولوا السيكوريتي اللي مأمنة فين نستاسونيو يعني فين كارو جيسكي ديالنا والباطويات، غادي هما يقولوا الاكوستو غادي يقول تال بيرسون هذاك الشخص راه ما تدخلش، هذاك جيسكي راه ما تدخلش، غادي يتصلوا بالجدارك الملكي وبلا مارين رويال وهما عاد يديروا خدمتهم ويخرجوا يشوفوا اذا كان شي حاجه. وشكون اللي هو وشكون اللي رد بلا رد محمد؟ راه لا 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 الدرك الملكي هو اللي ردهم، راه ملي خرجوا القاوي هاد النقطه بالذات. كيفاش تلقاوه؟ واش كان عنده بصح كان عنده جي بي اس؟ كيفاش كان عنده جي بي اس؟ كان عنده شي جي بي اس، كيفاش تلقاوه؟ لا هما عارف هما عندهم الدرك الملكي عندهم الرادار، راه جبدوه بالرادار. هادشي اللي بغيت نقول لك، واش شدوه بالرادار ولا كان عنده هو ان جي بي اس ديالو؟ ايوا اسمع مليح، انا هادي الكوموندو اللي راه كانوا جاوا عزاونا وجاوا هزوا الاقوال ديال رفدوا الاقوال ديال محمد ولد عمي والعائله ديالو وباش دو الاجراءات، سقسيتو انايا قلت له كيفاش ترى؟ قال لي شوف، قال لي حنا كنا في الماء وهو اللي اتصل بلا باز وقال لهم النقطه اللي انا فيها انايا فين موجود جيتسكي، قالوا هو عطاو لي يعني بالجي بي اس مثلا، نقول نعطيك مثال مطمط مثلا شمالا او غربا او هذه ولا هذه، وتما فاش لقاو محمد ولد عمي بالجيتسكي ديالو اونبان وهزوه. هذه علاش سولتك على الجي بي اس؟ حيت الجي بي اس هو اللي داير عليه الفيلم كله، هي باش لقاوه. القاو شوف القاو الرادار تاع الرادار
تاع المال تاع حيت انا نقول لك علاش انا جي لامبريسيون سي سي يحيى جاب لي الله بحال سمعت في شي ديكلاراسيون جاب لي الله انا ما متاكدش سمعت في اون ديكلاراسيون ديال السي محمد انه يمكن قال كانت عندي 2% انا تسالت ديك 2% واش في التليفون اولا كان عنده لو جي بي اس. نكذب عليك خويا رضوان قول شي حاجه جميل الله ما متاكدش ولكن هاد لافورماسيون دازت على ودني انا يعني. يمكن لهذيك تاع التليفون وطفاله من التليفون وشوف وهذيك تاع اللي قالوا كاع ولاو مور الحادثه ولاو يمشيو يحوسوا كما نقولوا على دي ديتاي وعلى دي كونتراديكسيون وعلى هذه السيد واش بنادم يفهم ولا ما يفهمش السيد راه كان في صدمه والسيد راه خوه ميت صاحبي شنو من نعمل موت وشوف وهذه اكد لي انا الكومودو اكد لي بلي محمد ملي طلعوه قال لهم عطوني غير نشرب راه كان غادي يموت حتى هو عطشا كان غادي يموت اوكي واحد السؤال يحيى باش نعاود نرجع عند الناس وخليك معايا سمعت كيلكو بار ان ماشي سمعت راه قريت كيلكو بار انه كاين اون بيرسون في لا ريانيماسيون في لوبيتال ديال الفارابي كاين شي واحد بصح لا لا ما كايناش هذه فوس انفورماسيون هذه ما كايناش خايب يعني ما بقاش شي واحد الاخوان يقول لا لا شي واحد في السبيطار لا كاين حتى واحد انا تسالت واش كان السي محمد فاسو في ليطا دو شوك ولا شي حاجه هذاك الشيء علاش دخل لا ريانيماسيون دونك ما كاين والو في ريانيماسيون لا 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 ما كان والو غير الانسان ملي 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 يبغي يعطي وجهه النظر ديالو يتاخذ في كما نقولوا في المعطيات ديالو ان السيد راه كان حالة شوك وراه خارج من الماء وراه تو ما عرفش بالضبط واش صرا وراه كانوا في الظلمه وراه كان وراه وراه باقي بنادم واقف على بتي ديطاي قال لا راه قال هادي لا من بعد راه بدل لا فيرسون ديالو لا راه قال هادي حنا كان فيرسون وحده كما قلت انا في البوبليكاسيون ديالي كان فيرسون وحده انه الدراري تاهوا غلطوا في الطريق لقاو راسهم في بورسي هذه هي لا كونكليزيون شكرا اخي خليك يحيى معايا جهاد السلام عليكم جهاد لا رضوان اعطيني فقط نرد بك نعطي الاخوان الاخرين اخويا لازم تجاوبوا اسالني لازم تجاوبوا لا لازم نرد عليه رضوان بلال الله يرضى عليك ما تشوف الاخوان كاملين بحال شوف كما هما عندهم نوبتهم انت وانت زميل ديالي خصك تفهمني معليش اعطيني 30 ثانية 30 ثانية يلا 30 سكوند يلا تفضل 30 صح فقط قضية انه طلبوا منهم انهم يتوقفوا قالها شقيق المرحوم وكاين الفيديو موجود ثانيا وزارة الدفاع الجزائرية قالت انها اطلقت الرصاص على الدرجة البحرية او الدرجة المائية عفوا انا اتساءل يوم واسألك يا رضوان لماذا الحكومة المغربية صامتة حتى الان على هذه القضية أين هي التحقيقات ياك الجثة المرحومة ربي ان شاء الله يكون من اهل الجنة راهي تواجدت في المغرب لماذا لم يفرج عن التحقيق ماذا يخفي ماذا تخفي الحكومة السؤال غنطرح عليك انا واحد السؤال ولكن غناخذ الاجابه انا وياك من بعد علاش خرجتوا فيرسيون وخرجتوا فيرسيون وعاود فيرسيون اخرى وانكرتم انه عندكم شي واحد مشدود وها هو اليوم حكم ب 6 شهور و 75 الف يورو قطع الميكرو بلا الله يرضى عليك ناخذ جهاد تفضل اختي جهاد سلام اخويا جهاد باردون سمح لي السلام عليكم شكرا سي رضوان على الاستضافه الله يجازيك بخير وتعازينا الحاره لعائله الضحايا والسي يحيى قيسي وكنتمنوا الفرج للاخ اللي باقي مشدود في الجزائر خويا رضوان انا كنلاحظ واحد الملاحظه ان هاد الجزائريين كاملين اللي كيطلعوا واللي كيبغيو يشاركوا في في في, في هاد المنصه ديالك عندهم جوج اسئله كيقول لك فينا هو الرد ديال الحكومه المغربيه وكيقول لك فين كانت لامارين رويال اولا الحكومه المغربيه احنا عندنا فصل السلطات احنا عندنا كل 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 سلطه كل سلطه عندها المهام ديالها وكتقوم بالمهام ديالها على لحيدة يعني ما عندناش سلطة كتدخل في سلطة ولا تقدر تخرج من الحكومة دابا تعطي شي تخرج بشي تصريح تشريعي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فوالا حنا الحكومة ما تقدرش تخرج بشي تصريح دابا والبحث باقي جاري والناس باقية بلونكيت يعني هادشي ماشي معقول والسؤال الثاني اللي كيهضروا على لامارين رويال فين كانت لامارين رويال
بحكم انا ولد السعيديه ومن المناطق الحدوديه، لا مارين رويال ما يمكنش غادي تبقى واقفه في لا فرونتيير، غادي تبقى واقفه في الشرطه ديالها. يعني احنا رحنا عندنا حدود مع الجزائر، رحنا دايرين الشوك ودايرين السلك ودايرين ما عرفتش شنو هو، العساكريه واقفين بالصحراء ملي تخرج من البحر على طول الحدود حتى الاحفير كاين تكنات عسكريه، ولكن في البحر راه غادي يوقع خطا، غادي يجيو الناس كما قال الاخ يحيى اللي من العائله ديالو، السيد اللي من العائله ديالو، الناس راهم خرجوا بالليل، راه ما غاديش يقدر يجي. والمشكل الكبير هو ان المناره ما كايناش في مارينا ديال السعيديه، هذا هو اكبر مشكل. واحد القضيه تطرق لها بلال، كيقول لك البارونات ديال المخدرات، بحكم يعني هاد الناس اللي مشاو يعني راه كانوا هاد كان عندهم مخدرات، ولا كان اكبر بارون ديال المخدرات في افريقيا، احنا عارفين شكون هو وانت عارفوا شكون هو، يعني ماشي تبقاو تمسحوا حاجه بحاجه. وبالاضافه لهذا الشيء كامل، ان هاد الناس كاملين اللي كيشار هاد الناس اللي كيجيو كيعطيو الكلمه جزائريين، عندهم فيرسيون وحده بعكس الدوله ديالهم اللي خرجت لحد الان. انا راني حاسب دابا اربعه ديال لي فيرسيون اللي كتعطي. المره الاولى قال لك راه كثيره فيهم المخزن المغربي، المره الثانيه لا احنا ما شديناش هذاك السيد، يعني راه ضربنا هذه، ما قالوش بان راه عندنا واحد، ما قالوش باننا رحنا وقفنا واحد وراه عندنا في السجون ديالنا. يعني كتشوف تناقض كبير كبير بزاف، والناس اللي كيشاركوا هنا راه محفظينهم. وشكرا سي رضوان، الله يجازيك بخير. شكرا، الله يحفظك اخويا. شكرا سي كمال، مرحبا اخويا كمال. هي سيديك خويا رضوان، تحياتي اخويا. خويا رضوان غادي تعطيني الكلمه تنسالي، غيكون فيها اجابات واسئله الاخ بلال هذا الجزائري. مرحبا. وشفت حتى المبررات، التبريرات اللي عطات يعني النظام الجزائر على ان تلك المساله هي تلك المنطقه هي منطقه عسكريه والمخدرات، وقالوا اين هي البحريه الملكيه في كانت. واخا الشعب الجزائري هو ذكي نوعا ما، لكن اذا شفنا المساله ديال هاد المغاربه اللي دخلوا تما ويتساءلوا اين هي البحريه الملكيه، ويقول لك ان سبب قتلهم هو غياب البحريه الملكيه، وهما عارفينهم انهم فقدوا وجهتهم، اذا لماذا يا الاخ بلال اين كانت البحريه الجزائريه لما فقدوا وجهتهم الصياده الجزائريين ودخلوا الى المياه الاقليميه المغربيه؟ وعندنا ادله وكيفاش استضفناهم وكيتكلموا بعظمه لسانهم، وصلحنا العطب ديال السفينه وريناهم الوجهه ديالهم ورديناهم لبلادهم سالمين غانمين. واخا بالنسبه للاجابه خويا رضوان اللي كيقول لك اين هي البحريه الملكيه، اولا القانون الدولي كيقول لا يسمح ان تكون منطقه عسكريه بجانب منطقه ترفيهيه او منطقه سياحيه. اذا هذا راه القانون ماشي انا اللي كنتكلم، القانون الدولي كيقول لك لا يجب، هما كيقول لك منطقه عسكريه، كيقول القانون الدولي لا يجب ان تكون منطقه عسكريه بجانب منطقه سياحيه او منطقه ترفيهيه. وخير دليل احنا شفنا دابا حاليا الجزائر عطات واحد الصوره اللي هي مشينه على المنطقه، شفنا بريطانيا الان خرجت وبدات كتعطي توصيات للرعايا ديالها في الجزائر وفي المغرب، وكتقول لهم لا تقتربوا من الحدود. يعني هذا أصبح بسبب الجزائر أصبح صيت دولي سلبي للمنطقة. إذن هنايا كنشوفوا الجزائر كتوسخ الصورة ديالها وبغية تحشرنا معها. أما بالنسبة للقتل اللي كيتكلم عليه، هذا ما عندوش مبرر نهائيا. علاش؟ لأنها توجد اتفاقية بين المغرب والجزائر اللي هي اتفاقية الاستيطان المشترك بيننا وبين الجزائريين، وكانت هذه الاتفاقية سنة 1969. وهذه الاتفاقية ديال الاستيطان المشترك تعني ماذا؟ تعني أن يكون تنقل حر للأفراد، وأن يكون لهم حقوق وحرية العمومية، لكن هذه الحقوق تستثني الحقوق السياسية والحقوق الوطنية. إذن المواطن ولا السائح ولا هذاك الفرد اللي هو ما عنده لا وجهة سياسية ولا وجهة يعني عسكرية، إذن يكون واحد الحرية ديال التحرك ديالو فين ما كان. يعني إذن هنا انتهى الموضوع. هنا غادي نمشيو لواحد المسألة، علاش داروا هذه الاتفاقية ديال الاستيطان؟ بذريعة أن الشعب الجزائري وأن الشعب المغربي عندهم واحد التوافق تام
وهاد الشعبين كيجمعهم بزاف د الاشياء، عندهم وجدان مشترك، ثقافه مشتركه، ودين واحد كانوا داروها. هنا انا ما كنحملش المسؤوليه للنظام الجزائري ولا، يعني هذا نزاع بين الدوله المغربيه وبين الجزائر، وكل شيء يتحمل المسؤوليه ديالو. انا ما كنبررش، ولكن اللي ما كنبرروش هو القتل الممنهج من طرف النظام الجزائري لهذ المغاربه. المشكل هو ان الجزائر عندها سوابق في القتل. مثلا غادي نشوفوا حنا المغرب فاش جاو، يعني لو كان استعملنا حتى حنا نفس رد الافعال بحال اللي كيديروا هما، فاش جاو داك المهاجرين الجزائريين للحدود ديالنا، القوات المسلحه الملكيه سلمتهم الحرس الحدودي الجزائري بدون قتل وبدون مشاكل، جاو عن طريق البر سلمناهم بدون مشاكل، ومفجت عاوتاني ديك السفينه وجهناهم الوجهه ديالهم وساعدناهم بدون شوشره وبدون قتل وبدون تصفيه حسابات كما تفعل الجزائر. لكن هذا التعامل المغربي علاش كيحيلني انا، كيحيلنا حنا كمغاربه، يحيلنا ونتساءل هل اصبح سلوك الدوله الجزائريه سلوك قتل ممنهج وحنا كنشوفوا صوابق كثيره بهذه المساله في الجزائر. فمثلا غنعود لك التاريخ شويه، في 2020 فوزيه بكوش هذه المغربيه تقتلت هي والعائله ديالها في الجزائر. إذن هذا سلوك همجي، سلوك لا يليق. حتى القانون الدولي اللي هو قانون البحار دابا اللي داروا في هذا الشيء وافقت عليه الجزائر في هذا القانون ديال البحار سنة 1996، شنو كيمنع؟ كيمنع هاد السلوكيات ديال القتل الممنهجة، وكيمنع هاد الردود الأفعال اللي كترتب عليها يعني جزاءات دولية. راه كاينة محاسبة. وعلى أنا على ما أعتقد اللي كيتسأل الأخ هذا الجزائري الصحفي، قال لك المغرب علاش ما بينش شي حاجة. المغرب يا خويا حنا كنتبعوا واحد المسار، كنتبعوا الطريق الأممي، وحنا كنعرفوا بان الامم المتحده مؤخرا دارت واحد المحكمه دوليه بخصوص هذا الشان ديال النزاعات الحدوديه وبخصوص ردود الافعال الهمجيه، وسيتم ان شاء الله بعد بيان خروج النيابه العامه. اسي الصحفي، المغرب راه ماشي ما تحركش. المغرب حنا عندنا دوله الديمقراطيه وفصل السلطات، والفيديو اللي شافوا فيه مصطفى بيتاس محامي الدوله المغربيه قال لهم هذا ماشي اختصاص ديال اختصاص القضاء، قالوا بانه تهرب من الاجابه. لا، ما يمكنش ندخلوا حنايا مثلا مسؤول حكومي غيدخل في وزاره اخرى، مثلا يدخل في وزاره العدل، لا ما يمكنش. اذا حتى يخرج التحقيق من النيابه العامه، عاد في وزاره العدل، في النيابه العامه، النيابه العامه نعم يعني حتى تخرج النيابه العامه بالتحقيقات اللي كلفوها بها لصاحب الجلاله، والدليل ثابت، راه كيقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته، هذا في القانون الجنائي. اذا بما ان عندنا واحد القاتل، واحد الشاهد من طرف هذا النظام الجزائري، راه كاينه رصاصه في راسه، رصاصه جزائريه، عندنا الدليل وعندنا الحجه. لكن هذا الكلام اللي كتجيو تبغيو تبررونا به حنا، انا غمواطن مغربي بسيط، لكن بماذا ستجيب الجزائر امام الامم المتحده وامام المساءلات ديال الاتفاقيات، وعلى راسهم اتفاقيه جنيف الثلاث، اتفاقيه يا رب فكرني فيها، واحد الاتفاقيه الثالثه راه هي داخله في هذا قانون البحار. يعني الجزائر هي اللي خرقت الاتفاقيات وخرقت القوانين، ومني كتخرقهم كتكون مساءله. اذا تحملوا المسؤوليه ديالكم، وسولناك وطلع جاوبنا. واسمح لي اخويا رضوى الله طولت. مرحبا مرحبا بك اخي. الو خي يحيى، واحد السؤال اللي تيتسالوه بزاف، واش بالصح السلطات الجزائريه، حيت دابا ذاك الواقعه وقعت نهار الثلاث، بون حنا ما كناش باغيين نقولوا، لان كان بزاف كنا كنقولوا لا حقا هذه، لانه حتى الى حدود الساعه ما كاين حتى شي حاجه رسميه. واش بالصح السلطات الجزائريه تواصلات معكم وقالت لكم استنيو لنا واحد لا ديشارج، بحال بغينا نقولوا بزاتكم، باش بغيتوا هاكو هذه استنيو لنا هذه. هذيك عطوها المحامي اللي كان مكلف تما في الجزائر، هنا تكلف وهضر معاهم هنا، قال لهم السلطة الجزائرية قالت لكم نعطيكم الجثة بشروط. واش هي الشروط؟ انه تسنيو واحد لا ديشارج، لا قبل كل شيء انكم تحبسوا الهضرة في وسائل التواصل على ريزو سوسيو والاعلام، يعني ما تجيوش تهضروا بتاتا، يعني ما تخرجش لانفورماسيون، ما يكثروش بزاف، يعني ما تجيوش كاع تكلموا القضية ديالها، ما تجيوش تكلموا، يعني سكتوا. هذه الأولى. والزوجة تسنيو ان ديشارج انكم
ما تكونش بورسويت متابعه فضائيه، وفيها انه عبد العالي مشاور الله يرحمه مات غارق. كيفاش انت سيدي معمر قرطاس تقول له مات غارق؟ من غادي تجيبوا الجثه فيها القرطاس كيفاش غادي دير لها؟ اوكي، يعني دابا شكون قال لكم هاد لي زانفورماسيون هادو؟ شكون تواصل مع العائله؟ واش درتو محامي تما؟ كاين محامي تما، هو اللي اتصل مع المحامي اللي هنا وقال العائله ديال مشاور، وهما واخا هكذاك اخويا رضوان والله واخا كنت مساكن وبغاو يوافقوا العائله. قال لك حنا غير عطيونا جثه نتاع ولدنا ندفنوها، غير نديروا العزاء ديالنا. اوكي، دونك دابا كتاكد لي الخبر، دونك كان ايفيكتيفمون تواصل مع المحامي ديال تما، وكان بتي نعتبره حنا ابتزاز هذا. شوف نزيدك حاجه، نزيدك معلومه اخرى اخويا رضوان. شوف حنا الدراري ولاد عمي وهذوك اللي كانوا معاهم، حنا ولاد كما نقولوا بلده واحده. والدراري اللي كانوا لهي راه ديال صحابنا وخوتنا كبر معنا ديز الجيريان، ولاد الحدود، وهما اللي كانوا تما دراري تما ولا جيران تما، راه نوضوا قرباله تما في بورسي باش تفهم، راه نوضوا تما قرباله باش علاش درتوا هذا الشيء. وانا ما في الاول راه ما كانوا باغيين يديروا والو، وراه داروا واحد الضغط. يعني خوتنا تما الله يخلف عليهم ديزارجان داروا واحد الضغط تما، ونوضوا في بورسيف مغنيه شويه تظاهرات هكذا، وديروا عليهم واحد الضغط باش يهضروا. وواحد منهم اللي كان يعطينا المعلومات راه رفدوه، راه دخلوه شدوه. يعني ملي شافوا البورتاب ديالو لقاو الواتساب اللي كان تواصل مع العائله ديال الضحايا، دخلوه هذاك. مزيان، خي بغيت نستغل هذه الفرصه. علاش؟ لانه حتى بوغ ابيزي ان بو لي زيسبري، ولان شفنا داك الشيء كثر وسبان في وسائل التواصل الاجتماعي. دونك الجزائريين هذوك اللي عطاوكم المعلومه راكم في تواصل معهم، وكنبقاو خوت بيناتنا ياك. لا يا ودي. نعم. أوكي. واحد المساله ديال الخوف، قال لك سيدي بانه وهذا ما كيتسالوا، قال لك سيدي راه كانوا هازين معاهم الله اعلم شي حاجه، وهل اللي قال لك هازين معاهم الكوابس، هل اللي قال لك هازين معاهم الكيف، هل اللي ما عرفتش كلش كيف. كان عندهم تعقل السلاح ديال العراق اللي ما لقاوش، الوقيته سكود، داك السكود هذاك كان عندهم القوه فوق جيتكي هذاك الشيء. علاش تيراو عليهم اصاحبي؟ راه رضوان راه سمعنا شي كلام. نعم. وانا قريت شي راه صاحبي، راه واش نقول لك، حنا رحنا البارح واليوم عاد بدينا شويه نهضروا، وانا وبحال محمد ولد عمي وبحال راه ما نوريهم والو، راه الام ديالو راه ما نوريلهاش البورطابل باش ما تشوف والو. براف مو راه كنت سمعت شي حوايج راه تخرج. راه شوف، انا الفيديو اللي درته البارح التوضيحي باش دخلت بالجيسكي ديالي ووريته وبينت باللي فوالا ها المارينا فين جايه، هاكا عبد اللور، ها هي بورسي تبان لكم، تبان بورسي، شوفها قبالت كصاحبي راه باينه. دخل اخويا رضوان غادي تشوف الفيديو وباين شي الحوايج باينين، وقلنا باللي هادي وبينا. حنا علاش بينا؟ باش بنادم حتى الاخوان في الجزائر يفهموا باللي ورا حنا هما الضحيه. نعم. ورا السيد ميت وصاحبي راه ماتوا زوج، راه السيد راه خلا جوج بنات، بحال السبيله اللي باقي يقول لك وهادي وفين الحكومه المغربيه وفين الدوريه وفين واش شغل دخل اصاحبي واش تخربيط. كاين ان في ياك. نعم. ان في كاين واش هو؟ انهم جوج ماتوا وواحد في الحبس. ما حوش من الخرب هادي، وتقول لك المخزن قتلهم وباغيين يغطيو على المشاكل. واش المشاكل نغطيو عليها هنا في المغرب؟ حاجه اخرى خي بلال، خي يحيى، كاين دي الله يسمح لهم دي جورناليست في الزملاء ديالنا في الجزائر اللي قالك بانه الله يرحمهم والله يفك صراح اللي باقي مجدود، عندهم صوابق، عندهم شي حاجه ديال لا جونيس ايتترا دي بيتيت. شوف دي شوف اللي انا نقسم عليه وشهاده قبل سيدي ربي، بلال ولد عمي الله يرحمه، ومحمد بعدا بلال. اقسم لك بالله خويا رضوان، اتصل معايا في الواتساب ونعطيك داك وتشوف بوحدك، والله العظيم من اطيب الخلق. اوكي، الله يصبركم اخي يحيى. اسمح لينا، شوف انا جو سي، اسمح لي انا غادي نقطع الميكرو، اسمح لينا اخي يحيى. Je sais que c'est très difficile. Toutes nos condoléances encore une fois. خليك معايا اخي يحيى، ارجع عند ميستر. الله يصبركم اخي يحيى. ميستر تفضل اخي. ميستر ميكرو اخويا. ميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي.
parce que rapidement, je vais poser une question. D'abord, non, en tant que citoyen, si jamais quand nager sans jet ski, très cher que nous. Dernier loi de la mer. Les gens qui sont dans la mer et tout, qui s'y connaissent très bien. Dernier loi. Dernier une zone dangereuse. On va tirer dessus. C'est ce qui va se passer. Ouais. C'est ça la question. Donc on va tirer dessus, sans pitié, sans rahma, sans islam, sans rien. C'est ce qui va se passer. On vous le dit. Parce que la Grande-Bretagne ou le Canada, قالوا للرعايا ديالهم اللي جايين مسافرين ردوا البال اللي يديكم البحر لهيه. هذا ما راه واضح الامور. سي مالوغو مي سي كوم سا. نورمالمون قال واحد السيد نورمالمون فاش كنكونوا في لا بلاج اون نو فوا با لا مارين. ميم الداخله فاش كنعوموا في الداخله يا با دو مارين كدورنا حدا لا بلاج. سي c'est inconcevable باش تبقى حادين لا مارين هذا كيعوم هذا داخل الجيتسكي سي با جوني با لو دووا ديال الجيتسكي اي تو هذه لا كيسيون الاولى لا دوزيام كيسيون خويا رضوان ليك است كو سي سمعت كو كاين ابارامون اون اموند اون بيناليتي بيكونيير شي 75000 اورو 75000 دولار 75000 اورو سي اون اموند ديال 75000 اورو énormément. Est-ce que nous Marocains, on peut être solidaires dans cette opération et opter pour une opération de solidarité dans ce sens? Une cagnotte, pourquoi pas? Je suis pour. Il a pris tout. Elle m'a pas trop le dire. Elle est en haut. Quand tu as fait le plus de films, je ne sais pas comment. Je sais pas. Je suis un simple citoyen. Je suis politique. سي ايليغال انا نقول لك ماشي قانوني ما يمكنناش نجمعوا لا كانيوت هكذا لانه خص يكون عندك واحد لو ستاتو ديال الاحسان العمومي ولكن جو سوي بارتون الاخوان الا كنا دون لوبليغاسيون انه غيخلص العائله ديك 75000 اورو كنظن ما كاينش شي مغربي ما غيبغيش يتضامن مع العائله ونخلصوا ماشي 75000 نخلصوا 75 مليون اورو باش يتطلق خونا من تما ان شاء الله. Et Hajjafara, une question pour les Algériens, les Kélimans. Est-ce que vous avez déjà visité le Maroc? Je ne pense pas. Ça, je dis la réponse là, je ne pense pas parce que les Algériens qui visitent le Maroc ne disent pas ça. Ils n'attaquent pas le Maroc. Le mystère, oui, mystère, on a l'imbré, on a un mouche. راه كاينين كما قالنا السيح كاينين خوتنا تما وهما اللي جوستمون وراه منهم اللي مشدود دابا هما اللي علموا لا فامي دونك ما نعموش الجزائريين كما المغاربه كما مراكنا كما الارجنتين كما جميع دول العالم فيهم الزوين وفيهم الخايب ما نعموش اخي ميستر فوالا خويا ميرسي بوكو خويا انا جو ديسونت ميرسي بوكو الله يحفظك اخويا لوليتا السلام عليكم اختي لوليتا لوليتا ميستر غنزل خويا اختي لوليتا مرحبا غنحليها لو ميكرو يمكن ما عرفتش شحال ولا ناخذ صوف دي زيد تفضل اخي صوف صوف دي زيد سفيان صوف واخا غنزلو صوف وغنزلو لوليتا وغناخذ تحفه تفضل اخي تحفه تحفة الوغ عندكم ان بروبليم دو ريزو ناخذو اهل رشيد تفضل اخي اهل رشيد الاخوان واش كتسمعوني ولا عندي مشكل انا في الانترنت اخويا رضوان غير هما يمكن ما كيسمعوكش اللي عندهم مشكل حنا نسمعوك بصح على خاطرك نقدر ندير واحد المداخله باش لا علاش على خاطرك بيان سور بيان سور هذا الاخ بيلال اخويا رضوان قال لك يعني هاد المسألة ديال يعني البحرية الملكية وهاديك منطقة عسكرية ولا كيفاش كيسميوها وكنلقاو شي وحدين دابا حتى هما بني كنتكلمو كيبقى يمشي لك حتى لديك المسألة ديال ديك الشاحنات وكيقول لك حقا راكم ضربتو تانتوما الشاحنات باش شوف الجهل أولا مسألة الشاحنات أخويا رضوان منين يطلع يسولك شي واحد يقول لك حقا الشاحنات درتو سولهم الاسماء يعطيك الاسماء يعطينا الحادث وقع ايه انت عارف الحادث عطينا الاسماء ديال الضحايا اللي ماتوا في الشاحنات ما كاينينش وهذه مساله الشاحنات كاين مجموعه الاشياء اللي برات المغرب من هذا الشيء المساله الاولى هو البيان الرسمي كاين تقرير للمينوس نعم البيان الرسمي ديال الجيش الموريتاني قال على ان المساله ما كانتش فوق الاراضي ديال موريتانيا
المسألة الثانية ما كاينش الجوتات أبدا، يعني هذا الشيء اللي كيقول هذا النظام الجزائري غير كذب. المسألة الثالثة هي أن النظام الجزائري منع المينورسو من التحقيق. لماذا منع هيئة الأمم المتحدة من هذا التحقيق هذه في هذه المسألة ديال هذه الشاحنات منين أن المغرب كاين؟ ولكن فجت المينورسو المكان الحادث قالوا على أن الشاحنات لم تتعرض لقصف بالدرون، ولو كانت يعني قصف بالدرون لكان الهيكل ديال الشاحنة ملتصق بالأرض، بل ظل الهيكل واقفا ولم يمس أي سوء من غير النيران اللي تم الإضرام بها، يعني تم إحراق هاد الشاحنات وخرجوا منهم السائقين. يعني كان خص القصف يكون هاد الهيكل كان تعوج ولا وقعت له شي حاجة. واخا المسألة الأخرى، هاد المنطقة اللي كيتكلموا عليها ديال الشاحنات ويقال على أنها راها واحد المنطقة يعني ديال الحرب، كيقول لك هذه المنطقة الجزائر كتقول لك بأن تلك المنطقة فيها حرب، كتهضر على البوليزاريو كيقول لك منطقة نزاع هذيك راه فيها جيش. الجزائر كتقولها وكيف ما كتقولها المغرب كيف ما كيقولوها الآخرين. إذن هذا الكذوب هذا كله غير كيديروه باش يضلوا على الشعب. المسألة المخدرات اللي قالها الأخ بلال، هذه المسألة اللي قال لك على أنها حقا راه كاينين بارونات المخدران والمخدرات، هذا كذب. تلك المنطقة هذيك منطقة سياحية لم يسبق لها بتاتا أن كان هناك محاولة عبور ديال المخدرات أو شيء من هذا القبيل. عبور ديال المخدرات كتدوز عن طريق منطقة تندوف، كيمشيو المخدرات كيدوز عن تندوف. وحتى مختبر الكارنجر راه غرق نظام الجزائر وقالوا بأن جميع المخدرات والكوكايين اللي كيتاجر بها النظام أول ما كيجيو لإفريقيا ومن بعد كتدخل عن طريق الهلال الأحمر كمساعدات. إلى أين؟ إلى مخيمات تندوف، ومن ثم يدخلونها إلى الجزائر. إذن هذا كله كذب في كذب خويا رضوان، واسمح لي لا أطول. شكرا. خي حيا واحد السؤال، دابا حنا كنتسألوا على السيحيا سي توي بخي سينو جو باس ترجع عندك. الوغ يحيى حل الميكرو خويا وقت ما بغيتي. دونك tu es prêt؟ مرحبا. الوغ قلت اخويا دابا بالنسبه لا ديبوي، دابا داك الجوته، حنا كنتسائلوا واش كاين شي تواصل، واش على بالكم شي حاجه، واش غير لان لا فامي تاع تواصلت دايور حتى مع نوريا واحد كيلكو جور هادي، واش مازال ما عندكمش شي اخبار على ديبوي؟ خويا رضوان دروك ولات القضيه ما بين الرباط والجزائر. حنا دروك ولات العائله ديال مشاور الله يرحمه الفقيد الجثه اللي راها تما صايب، ما بقاش اتصال ما بينهم، ما بين العائله وما بين السلطات الجزائريه. هذه يعني مساله ولات اوليفو دابا للمستوى العالمي صافي. الناس بلا اللي يقول لك بلا ودي الحكومه المغربيه، شوف الحكومه المغربيه من بكري حنا نعرف، انا لا ادافع، انا نقول غير الحق، ان الحكومه المغربيه ما تهضر ما تكلم ما تقول شي حاجه حتى يكون عندها تقرير مفصل وتعرف واش تقول. نعم. كيفاش تاع حكومة؟ تخيل انت راسك انت تخيل انت راسك رئيس حكومه، تخيل دير راسك انت رئيس حكومه وتبغي تتكلم، ولا وزير خارجيه بوريطا، ولا واش تكلم بدون معطيات؟ ما يمكنش. غادي تسنى التقرير ديالنا هنا يخرج، لان هنا حلوا تحقيق راه في وجده محلول، راه يديروا لونكيت، وتسنى المعطيات، تسنى يجوا كاع المعلومات تكونوا عندك باش تعرف واش تقول. واش انت غير تشد الميكرو والصحافه قبلتك وتبدا بلا 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 بحال شي وحدين؟ لا، تاع بلا 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 بلا، نهضروا المعطيات وتكون موثوقه ومصادر موثوق فيها، وباش تكلم بجديه انت غير جاب دابا بابا بابا با لا تمام. ولكن زيد تاكد لي يا بلال، الناس دابا ايل سو دومون توجور، يعني الحكومه ما تواصلتش معكم ولكن لا. السلطات تواصلت معكم؟ لا، السلطات تواصلوا وجاوا داروا الواجب و وطبق ما كاينش لي ريزولتا د لونكيت، ما كاين والو، مازال راه مازال جيتكي اللي فيها قرطاس مازال في بركان، في يديروها تعرف يديروا مهم لابوليس جوديسيير ديال الخدمه ديالها، عدد باش يديروا عدد الرصاص اللي فيه، الاتجاه تاع الرصاص. دوك راه حنا كلشي نعرفوا بلي ان اليوم لي زونكيت تاع اليوم ماشي هما لي زونكيت تاع لي زاني 2000 ولا 90، يقدر يعرف لك، يقدر يعرف من الرصاصه، يقدر يعرف الاتجاه ديالها منين جات، ويقدر يعرف واش كانت بعيده ولا كانت قريبه.
يعني بزاف حوايج غادي يعرفوا هذوك هما اللي غادي يكونوا في التقرير ومن ثم غادي الحكومه تقدر تهضر. زائد ان كما قلنا حنايا راه عندهم واحد مسجون وراه عندهم جثه. نعم يعني ما تبقى الحكومه غير تتكلم هكذا باش يزيدوا يوطروا. حنا شوف راه ما كان والو، الحكومه ما دخلتش، وشوف فين وصلنا ان السيد راه عطاو 75,000 اورو غرامه و6 شهور حبس. اه يعني ماشي حاجه سهله. نعم واخا سؤال اخر اخي يحيى، هو الناس كيقول لك علاش ضربتو؟ ياك تشريح ما تشريح، يلاه جات لقيتوه في الماء اليوم دفنتوه غدا، كي درتو ليها؟ علاش الناس كيتسالوا؟ عادي، سؤال عادي. اولا حنا نعرفوا بلي اكرام الميت هو دفنه، هذه راه حاجه مفروغ منها. بلال المرحوم الله يرحمه لقاو في الصباح، يعني هذاك الدري اللي كان يصيد لقاه في الصباح. معايش تقريبا معايش؟ والله نكذب عليك خويا رضوان ما عطيكش هذاك، ولكن المهم الصباح يعني قبل 12، ما بين 8 ل 11، مهم 10 9 المهم الصباح. يعني اش من بلاصه بالضبط اخي يحيى؟ في السعيديه. في السعيديه في المارينا ولا قبل المارينا؟ لا قبل المارينا، لا مارينا بقى بعيده، لا قبل المارينا. شوف بعد نرجع لهاد النقطه هذه هما نوليو للسؤال ديالك. يعني ملي لقاو بيل الله يرحمه صاير راه مداو، وراه مداو له التشريح وعرفوا واش كاين وباش مات. قلت لك راه مات القرطاسه اللي كانت قاتله هي نتاع البطن، هذا الشيء راه كلشي تاع داروا التشريح ديالو. اش غادي يبقاو يديروا بالجثه؟ شادين عندهم. نعم صاير راه مصور وراهم داروا التشريح وراه كلشي كاين وكلشي محطوط في التقرير. يعني احنا من بعد الحكومه، انا نعرف احنا عندنا الثقه في الحكومه ديالنا. عارفين واش كاين؟ عارفين بلي ما غاديش الدم ديال بلال ولا ديال عبد العالي مشاور الله يرحمه ما غادي يمشي السودان، هذا احنا عارفينها. نرجعوا خويا بلال تاع السعيديه وبورتي، وقيلا انت يمكن عمرك ما جيت هنا. لا وانا خرجت بالجيسكي شحال مره من السعيديه. ايوا الا خرجت من السعيديه انا كنسولك ماشي عليا انا يحيى. انا للناس، انا للناس. شوف الناس اللي ما يعرفوش وبلال اللي كان معنا ولا وقيلا مازال معنا، بلال راه من اللهجه ديالو عارفوا بلي ماشي منا، هو راه من الشرق ديال الجزائر، راه باين من العاصمه اللي هي. حنا هنا السعيديه راه ما كانش سياج في البحر، وراه تشوف حنا بكري ملي كنا صغار وما كانش هذا، ما كانش هذا العلاقه اللي كان له، ما كانش هذا التوتر ما بين البلدين. انا كنت صغير اقسم لك بالله كنا نعوموا في الجهه الاخرى عادي. كنا كانت ليروشي هي اللي كانت تفرق ما بين المغرب والجزائر، ما بين البحر تاع قرشي والبحر تاع والبحر ديال السعيديه. كنا نصوتيو في الجهه الاخرى، كنا نعوموا ونضحكوا ويشوفوا فينا العسكر ديال الجزائر ويضحكوا معنا، وكاع من تعيخ يقول لك الله صافي روح للجهه الاخرى. ما كانش شي حاجه وباش انك توصل انك تيه كما قال الدري قبل هذا اللي داز دروق وسول اليوم بكرينو، ولكن اليوم عادي تكون تعوم بلا جيتسكي راه يقتلوك عادي. نعم خي يحيى غتسمح لي غنقول لك واحد السؤال هو يقدر يبان لك مستفز، ولكن هذا اللي كيتقال دابا هادشي ديال لي ريزو سوسيو راك عارف. تيقول لك حقا يقال انه الدراري ديال فرنسا لي زيميغري شويه باسلين، هذا ما اللي كيقولوا. تنقول لك انا اش كيتقال؟ هذه قال هذاك مشاكره، انا شفت الفيديو ديالو، دار فيديو ويقول فهمتي كلشي. في الاول جاب واحد زعما واحد الاداب وهادي وهادي ونترحموا ونعزي وهادي، وانا نسمع وفي الاخر احنا نعرفوا ولاد فرنسا يعني بحال يقول بين قوسين ما مربيينش وما يسمعوش وهادي، وداروا مناوره وكانوا زيكزاكوا كما نقولوا، استفزوا السلطه. واش كتخربق اصاحبي؟ نعم حنا نقولوا السيد، حنا نقولوا لك وراه ما كانش عندهم ليسونس، واش وحنا نقول لك ماشي عنده ريزيرف وانت تقول لي دخل البورسي وبقى يدير مناورات قدام؟ حنا بعدا ولاد الشرق عارفين الخطر اللي كاين في الحدود، راه ما كانش اللي يستفز العسكر تاع الجزائر ولا يبقى يناور بالجيسكي. وهذيك الفيديو اللي عارفين عارف اش يقدر يوقع، عارفين حنا ولاد بني درار، وراه ماتوا عندنا هنا مئات اللي ماتوا بالرصاص تاع العسكر. هذيك تاع الفيديوهات اللي خرجوا تاع الفيديوهات هذوك راه ماشي اوتونتيك، هذيك لا علاقه. قدام واحد فهرن وحدين يلعبوا ديال الليل، ديك ديال الليل ديال وهران ياك، هذيك الليل تاع وهران، وكاين وحده في النهار لا علاقه مع الحادثه نتاع ولاد عمي، لا علاقه. وما كانش اللي فيلمه وما كانش والو، راه كان دخلوا غلطوا
انتهوا تيروا عليهم. هذه هي الخلاصه، هذا هو، هذه هي لا كونكلوزيون. واحد السؤال الله يرضي عليك، واش علموهم على حسب شنو قال لك محمد؟ علموهم قالوا لهم حضروهم بالصح؟ حيت قرينا داك البيان ديال وزاره الدفاع، ما خيبني كتقرا به وزاره الدفاع كتقول هذا. انا شوف شوف انا سيفطولي والد كبير راه هنا عندنا في وجده، معارض جزائري صحفي، هو اللي سيفطولي وتحدد الثانويه، وعندي الادويه الثانويه. ملي قريت انا داك التقرير جاني الضحك صاحبي، كما قلت انت قبيله، فيه ما معترفينش ان عندهم واحد معتقل. نعم. وما كانش انذار اخويا رضوان، راه والو محمد. شوف محمد وبيلر كما قلت انا نحكم عليهم لانهم ولاد عمي، وراه صاحبي راه مربيين صاحبي، راه ولاد مربيين خدامين. بيلر مسكين الله يرحمه عنده جوج تاع الخدمات، عنده جوج تاع، ما عندوش الوقت ديال هذيك تاع انه يمشي ويبقى يناور وكما نقولوا حنا ويشرشي السلطات الجزائريه ولا العسكر ولا شحال تخربيق صاحبي. نعم. ما علموهم، ما داروا ديتيغ دو سوماسيون، ما لا انذار لا والو، داروا تيروا عليهم صافي. با دو سوماسيون، نيشان تي ما كانش تيغ دو سوماسيون، با دو تيغ دو سوماسيون. تخي بيان، يعني الاخوان ما كاين لا رصاص تحذيري لا والو. شكرا اخي يحيى، خليك معايا الله يرضي عليك. السيد دحان مرحبا. دحان بكم، تحياتي لخوتي كاملين. تحيه راه عندنا صحافه، احنا راه عندنا صحافه واعرين اخويا، ككامل كالرأي كتعفى، احنا كنا صحافة ما يدوخناش بنادم. المهم اخويا هاد الناس هادو، تنحية داك الصياد مسكين اللي دار داك الفيديو وخد انتقادات، وعاود شرح ليهم اخويا ان بزاف ديال الجورناليست طلبوا منه الفيديوهات، حيت كاينين عنده فيديوهات هذاك الصياد. المهم تنحيو، وراجل هو اللي عيط على لا مارين ديال المغرب من شاف داك السيد اخويا. نعم. اول حاجه، وثاني حاجه قتلوهم اخويا وخلوهم في البحر. الله يسامحك، قتلوهم قتلوهم وخلاوهم ياكلهم الحوت بحال بهاد الفومه دا اخويا. الاخر قاص السيد الصباح، الاخر قا خرجت الجزائر، راه عندهم واحد راجع محكوم عليه، وباش يقول لك الاخر لامارين راه ما مستقراش في مركز واحد، يعني عندها مراكز اخويا، عندها تحركات، راه خصها تتحرك تقلب جنابها شنو داير، فهمتيني؟ وباش خرجوا هما بتيتسكي، خرجوا بالزودياك ديال الجزائر، صدفه ما كانوش تماك، صدفه اخويا رضوان، ماشي زعما داكشي متعمد. والمهم الله يرحمهم اخويا، هذوك شهداء في الله، وحنا معاكم، وتحياتي لك اخويا، تحياتي لاخويا كامل. وما يدوخكش، هذا صحافي وهذا اعلامي، امو الزراع عندنا راه تبارك الله عليه، تحياتي لكم. شكرا سيد حان. قادر خويا السلام عليكم. قادر السلام عليكم. وعليكم السلام خويا قادر. كير اخويا لاباس؟ الله يحفظك اخويا، مرحبا. الله يكرمك خويا. والله يا خويا الاولى والتالي هذا نقول الله يرحمهم. يرحمهم السلام. وراه نشوف الناس بزاف اللي ترفد الشهاده تاع الزور. نعم. كل واحد واش راه يهضر، واحد يقول لك كذا، واحد يقول لك. انا شوف، انا ولد مغني، انا ولد تلمسان وبورس كنمشيو ليها، كاين عسكري جندارم جزائري، كاين واحد مغربي انفاصلي، كاينه ولا ما كايناش؟ كاين. ايوا احنا الجزائري، الجهر الجندارم تاعنا الجزائري، كون تجي تصور بالتليفون يقول لك ما تصورهاش. هذاك المغربي يقول لك ما تصوره، قالو تشوف شوف بصح باش تلف التليفون ولا تصوره ما يخليكش تصوره. وكان اللي راه يفوت واحد الشهاده تاع الزهر ويقول لك لا، ولا مارين تاعنا تاع المغرب وما كاتش فما وما كاتش كاينه. عفوكم هاد الشهاده تاع الزهر، هضروا الحق. وتا واحد ما كان حاضر ليهم، حنا ما كنا حاضرين وهما ما كانوا حاضرين، وخلونا من هاد الفتنه. الله يرحم والديكم. عندنا الشهاده بلاتي قادر، عندنا الشهاده ديال واحد اللي كان حاضر، اللي كان حاضر، اللي كان يجبد بيده وجياسكي يجبده بيده ويضرب بيده وكذا. كنا خصنا الشهود، عندنا الشهود، عندنا واحد حاضر، غنتيقوا ولا ما غنتيقوش يا خويا؟ هذاك في حالة الاخر ربي، هو غير هو اللي راه عالم بنفسه، وغير ربي هو اللي راه عالم به.
بلاتي قلتي لي عندنا خصنا حنا ما كنا حاضرين وخصنا الشهود. دابا انا كنقول لك اليوم عندنا واحد شاهد وحضر وهو اللي يعاود، غنتيقوا ولا ما نتيقوش؟ صح متفق والله مارين تاع المغرب، علاه ما شفتهش؟ دونك انت غتكون ما تبعتيش معنا الفيديو من الاول، وحنا من الصباح وحنا كنذاكروا، وقيلا ما تبعتيش معنا اخي قادر ياك. لا ما تبعتش، انا كي جيت البارح طلعت وهذاك واحد مغربي كيف قال لا نهضر في المهبط. صح اليوم ما تبعتش، اليوم طلعت نيشان ضرب وكيلا اخر دومونديت منك تطلع ضرب نشوف واحد الفتنه بزاف ونشوف واحد الشهاده تاع زور بزاف. لا ودابا هذا اللي كان كيهضر معنا راه ولد عم المرحوم اللي مات، وهذاك اللي شفتي يا خويا الله يرحمه، وهذا اللي قال لك وداك اللي شفتي صاحب باش نقول اسمع لي يا قادر، داك اللي شفتي في الفيديوهات كيهضر هذاك حضر الواقعه، هو اللي عاش الواقعه. الا كنت انا ما غنتيقش عاش الواقعه شكون غنتيق؟ بينو وبينك يا هذاك ماش عبيد روح حتى وتهضر، هذاك في الهضره تاعك حاجه بعيني وعشتيها، انا ما غنتيقكش وفي من غنتيق على هذا الحساب. تيق وزاره الدفاع الجزائريه هذاك في الهضره، وهادشي اللي بقى يا حبيبي ماش نهضر معاك وريقل في امك وما تهضرش على وزاره الدفاع الجزائري. انا نقولها خويا قادر احترام صافي واخا اوكي، انا واش غنتيق بيان ديال واحد الناس اللي ما كانوش وزاره الدفاع؟ ما كانش، كان واحد الجندي ولا واحد مجموعه الجنود. شوف كان جندي ولا مجموعه الجنود خداو اوامر، وعندنا واحد السيد اللي الى فيكو عاش داكشي وشهد، وربي سبحانه وتعالى كتب له انه يتصوفا يتعتق باش يعاود لنا داكشي اللي وقع. شكون غنتيق انا خويا قادر؟ واش تيق؟ بصح هذاك في الهضره تاعو متناقض في الهضره تاعو، كاينه ولا ما كايناش؟ دونك خصني نتيق بيان وزاره الدفاع ياك؟ يا خويا انا والله باش تدي الصح وتدي الصراحه انا نتيق، ما هي نتيق حتى واحد، انا نتيق ربي هو اللي راه عارف كاع واش كاين واش تصرا واش ما صراش. واحد مغربي ضروري كان هضر قال لك اودي هذيك المنطقه ما فيهاش مخدرات، تقول له نتحدى اقسم بالله الا هذيك هي بلاصه كبيره اكبر تاع مخدرات بورصي. اوكي انا واش كنت نقول له؟ اوكي اخي قادر وغنشكرك اخي، نقول لك تبارك الله عليك السي قادر، شكرا جزيلا على المداعبه. الله يحفظك احبيبي. مرحبا بك السي تحفه، تفضل اخويا. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. عطيني مرحبا اخي. مرحبا اخي انا معك. تفضل اخي، عندك بغيت تحل شي حاجه ولا لا؟ لا انا اللي بغيت نقول قال لك خصنا نتيق ربي. اوكي نتيق ربي، واش ربي غادي يهبط لك على عود كبير مسرج غادي يقول لك انا ربكم الاعلى غادي يعاود لنا الحكايه ولا شنو؟ شي مرات كيجيبوا لنا واحد اللوجيك اللي فريمون ما اللي فريمون ما كتلقاش من شده. شوف الاساسي في هادشي كامل وهو ان كاين اعتراف باطلاق النار من طرف الجزائر، هذا وحدة. اثنين البلاغه ديال الوزارة يعني الدفاع الجزائريه تكتم عن اشياء، وذاك التكتم ليس بريء. كيفاش انت ما تكلمتيش في البيان على واحد انك مسكتي به وديتيه للسجن، واليوم كتصدر حكم ديال 6 شهور و 75000 اورو؟ هذا وحدة. هنا كيبين بلي ان متخبطين، حتى ذاك البيان صاغوه بواحد الطريقه فيها نوع من العبثيه، لان ما كيجاوبش على الاسئله ديال شنو وقع. كيقول لك اودي مناورات، وفسر لينا كيفاش كانت هذه المناورات، كيفاش واحد عنده ليسونس ديالو كيتمشى غير بالريزيرف ديال سونس وغادي يدير معاك مناورات؟ فهمتي؟ شي حاجه كي اي لوجيك زعما، اللي ما يمكنناش زعما حنا يتيق اي واحد. كذلك اللي كيجي دابا ولفنا داك الاسئله، انك يطلعوا تيك توكيين يطرحوا لك بعض الاسئله اللي كنسميها انا اسئله غبيه وعبيطه، ولكن باش يطلع صحفي ويطرح نفس الاسئله هنا كيولي مشكل. او فين هو العقل الصحفي الاستقصائي الممحص للاشياء؟ ما يمكنش تجي تعاود لي سؤال بليد ديال اين كانت لامارين ماروكان؟ واش حنا لامارين ماروكان كتبقى واقفه على الشرطه
على البحر كامل، لو كان ممكن ضبط الحدود البحرية لما كان يعني لما كانت الهجرة السرية السرية لأوروبا، لو كان غير شرعية لأوروبا. إسبانيا وأوروبا بقدراتها ما قدرش تضبط الحدود البحرية ديالها. كيفاش انت غادي تضبطها بشكل كلي؟ يعني كيفاش انت غادي انت كاين واحد المجال شاسع بينه وبين الجزائر كيلومترات طويله، بغيت لامارين كل كيلومتر غادي نحطوا لك باطو ديال لامارين؟ ما يمكنش. هذا سؤال غبي زعما صراحه، وما كيعرفش المنطقه البحريه. الا اللي كيعرف يعني المنطقه ما بين السعوديه وبورسعيد راه بحر واحد مرتبط، يعني راه ما كاينش، ما غاديش نجيو في البحر ونبنيو صور، ولا غادي نجيو في البحر ونديرو سياج. راه بحر والماء. واللي كيطرح السؤال كيفاش هاد الناس تاهو، راه زعما والله شي اسئله غبيه. راه من اصعب الاماكن اللي تقدر تحدد فيها يعني الاتجاهات والتواجد ديالك وما الى هي البحر. راه ممكن تدخل البحر خصوصا الى عمقتي، الى كنتي قدام بزاف راه ما يمكن لكش انك تعرف فين انت بالضبط. انت شي مرات كتكون غير كتعوم اخي رضوان، وكيكون شويه الغربي ولا الشرقي اللي كيجر في احد الاتجاهين ولا، وكتلف عليك باراسول ديالك، كتبقى تريبيري من بعيد فين جات الباراسول، كتبقى تقول راه من هي لا راه خليتها على اليسار، لا خليتها على اليمين، ما كتقدرش تريبيريها. وانت غير كتعوم غير لداخل شويه في الماء، الا كنتي كتمشي تعوم شويه في الفوندو. كيفاش انت واحد دخل بالجيت سكي كيلومترات وغادي وفي الليل، يعني في الليل غادي ريبيري باللي راه كاين؟ شوف كاين جريمه قتل اليوم يعني باينه، وحتى هذيك مساله انهم طلقوا رصاص تحذيري ما نظنش انهم طلقوا رصاص تحذيري، لان الناس مضروبين في اماكن راه ماشي ديال زعما انك حضرتهم ولا بغيت غير تشل الحركه ديالهم. راه كضرب في الظهر، كضرب في الراس، على الاقل الا كنت باغي تشل الحركه راه كضرب في الرجلين. وغادي تقول لي لا في اليوم هو انه نركزوا على الحكم ديال اليوم ديال هذا الشاب اخي اللي تحكم ليك، واللي كيضرب لا فيرسيون الجزائري اللي كيقول لك ما عندنا حتى واحد اليوم. شنو 75000 اورو دابا هادشي اللي تكلمت عليه، ان البيان ديالهم كيخرج ما كيتكلمش على هاد الشخص. وبالاكثر من ذلك وكيجي من بعد يومين ولا 3 ايام كيقول لك بلي راح نحكم عليه، بل وهي نفس القضيه. يعني راه من اللي بدات هاد الحادثه هادي وهما كيتخبطوا في الروايات، لا قتلهم المخزن، لا واه تجار مخدرات، لا واه كانوا كيديروا مناورات، لا يعني ما كاينش فيرسيون وحده عند الطرف الجزائري. زيد عليها ان كاين احتماليه كبيره ان هاد الناس تقتلوا في التراب المغربي، وهذا هو علاش كان يمكن علاش مطوله التحريات، لان يعني الجثه فين ضربت على حسب الروايه ديال محمد انه تكلم مع بلال، قال له بلال قال له وطاح، يعني كان قريب ليه مادام سمع الصوت ديالو. ومحمد كان في التراب المغربي، في الحدود المغربيه، في الاقاليم البحريه المغربيه. دونك اللي كيطالب المغرب باش يخرج يعني بيان او لا نتائج التحقيقات فيه ظرف اسبوع او 10 ايام او كذا، فهنا عاوتاني حتى هي من الغباء. لان انا باش نذكر واحد الحاجه، اولا المغرب عمر ما كيدير رده الفعل سور لو شون. المغرب من الدول اللي كدير التريض. ونعطيك المثال ديال القرقارات جو البوليزاريو سدوا داك المعبر تقريبا قرابه شهر، وكانت نفس الدعايه الجزائريه، اين هو المخزن، اين هو موقف الحكومه، اين كذا، نفس بنفس السيناريو. ولكن النهار اللي جاء المخزن كما كيحلوا لهم تسميتنا او لا الحكومه المغربيه وبغات دير التدخل الحاسم، بقاو غير الصنادل اللي كيدوروا تما بحال واحد خينا راه خلى غير الصنادل تورا مشى بفرده ومشى خلى فرده سي كامل. عطاهم 4 سنين، عام 2016 عطاهم 4 سنين. كيفاش؟ قلت لك راه عطاهم 4 سنين عاد دخل لهم في 2020. نعم، يعني التجربه الاولى كانت في 2016.
نعم يعني يعني كانت يعني كانت استفزازات في 2016 وعام كانوا استفزازات ولكن ولكن المغرب فاش كيدير واحد التدخل كيدير واحد التدخل اللي كيربح منه اشياء كثيره اللي منها اننا لغينا المنطقه العازله ما بيننا وبين موريتانيا. ها الجواب دونك حتى باش غادي نخرجوا نعطيو واحد الموقف كذا المغرب ما يخرجش حتى موقف حتى فين حتى غيلقى اللحظه المناسبه اللي غيربح فيها دي بوان صح. اوكي تحيه خليك معايا باقي معايا تستي كمان وقت ما بغيتو تدخلوا الاخوان دخلوا غناخذ منعم تفضل اخي منعم. خويا انا وعليكم السلام منعم معك منعم. شكرا سي رضوان على الاستضافه مره ثانيه تتاح لي فرصه اخرى انني نكون معك. السلام عليكم رضوان خويا. نورمالمون انا قبل ولا لا؟ لا هو قبل منك منعم قبل. لا معليش سامحني ما لا تفضل مرحبا. لا سي رضوان راكي حافظ على النظام وكتعطي فرصه للاخوان كاملين وكنت باغي نعاتب عليه ان بعض المرات كيخلي مساحات للاخوان ان يمروا بعض المغالطات ولكن دابا فهمت علاش السير دوان كيطلع الاخوان ويخليهم يمروا مغالطات باش نشوفوهم نيت نشوفوا الحقيقه اللي كاينه دابا خصوصا ان شنا كيف ما قال السي تحفه واحد مستوى ديال صحافي التحليل ديالو كيفاش مشى وتماها ما الى نقولوا مع تماها مع الاراء الشعبيه السائده لدى الاخوه الجزائريين اللي اعتادنا عليهم انهم كيبقاو يجبهوا في مجموعه ديال الحوايج اللي هي بين العلن وحنا اعتادنا على النظام الجزائري نظام اللي كي يصيغ الاكاذيب في مجموعه ديال المواقف خصوصا ضد المغرب مجموعه ديال الاخوان مجموعه ديال الاسئله كانت عندي صراحه انا السير رضوان وفعلا كان هذا اللايف ديال القيم اللي استضفتي لنا الاخ ابن العم ديال اللي كنت باغي نقدم ليه التعازي مباشره حنا كنعزيو نفوسنا قبل ما نعزيو العائلات ديال الضحايا لانهم عائلات ديالنا كاملين واحد المجموعه ديال الاسئله كانت عندي ولكن تطرقتي لها كامله تقريبا السير رضوان تركينا فين نسولو الاخ وشكرا كنشكرك على هذه الفرصه هذه وعندي كان عندي تساؤل اخر وعلى بالنسبه للدوله الفرنسيه واش كان عندي تساؤل الاخ يحيى قبل ما ينزل واش كاين شي اجراءات من الدوله الفرنسيه لان الاخوان عندهم الجنسيه مغربيه وفرنسيه وبغيت ندير واحد الاشاره بسيطه واش حنا اللي شادين الحدود مع الجزائر ولا الجزائر اللي سد الحدود من جهتها بوحدها راه المغرب راه ما سدش الحدود مع الجزائر راه القرار ديال سد الحدود راه من عند الجزائر بوحدها خصنا نبهوا لهاد المساله هادي الناس اللي كيسولوا على مارين راه ما تخافنيش الحدود مع الجزائر الجزائر اللي سد الحدود وواحد القضيه اخرى باش واحد الاتهام اللي كيقول لك بان هادو بارونات ديال المخدرات وحنا كنعرفوا كاع هاد الاتهامات اللي باطله واش نساو الجزائريين بان كل اربعة كيشدوا المخدرات داخله من المغرب كل اربعة كتذكر القضيه ديال نهار الاربعاء السي رضوان كل اربعة يعني كل اربعة و خرجوا على القاعده ولاو السبت المره الاخرى كانوا السبت واحد المره اللي لان الجمعه عيقوا بالاربعة لان نبهناهم ليها قلنا لهم بدلوا شويه مع تا والاخوان نبهناهم القضيه ديال علاش ما كيموت حتى واحد في هذوك البارونات ديال المخدرات اللي كيشدوا كيديروا لهم الصف وكيعطيهم الدار ما كيتيروش فيهم هذوك ولا ديالهم يمكن هذوك ديالهم ما كيبغوش عسكر ديالهم ما علينا الاخوان حنا تفضل خويا فالونكيت دارت في فرنسا نهار بلوتو لا بلان ديبوزات في فرنسا نهار 3 حنا اليوم الاربعاء وي احنا اليوم سمعت شي حاجه بحال هكا المهم غتكون شي تحركات كثيره وغتكون وقفات يمكن احتجاجيه راه ما سمعتها وكاينين مجموعه ديال الحقوقيين راهم متدخلين في الموضوع والامور كيف ما قلنا احنا وكيف ما قالوا الاخوان المغرب راه ما كيديرش هذاك الانفعال المواقف الانفعاليه في القرارات الكبيره اللي بحال هادو المغرب كيتريت ماشي انفعالي بحال الجزائر كل نهار كيخرجوا لك بواحد الفيرسيون جديده حتى كيوليو ضحكه امام العالم كيوليو اضحوكه العالم كيف ما قلنا واش غادي نقول اخر ما غادي نقول هو الله يهدي هذا الشعب الله يهدي هذا النظام اللي جا جارنا الله يهديهم على رؤوسهم اولا لانهم هادشي راه كيسيئوا لنفوسهم قبل ما كيسيئوا لينا حنا كجيران ديالهم
ونتمنى على الله ان هاد الغمه هادي تزول علينا، هاد الغمه ديال هاد النظام العسكري اللي جا في الجوار ديالنا. وشكرا خويا رضوان، نطولت بزاف لانكم طرقتوا المجموعه ديال النقاط اللي كنت باغي نطرق لها، ما بقاش نشد الوقت، نخلي فرصه للاخوان الاخرين. شكرا على الاستضافه. مرحبا بك اخي. الوغ بالمناسبه راكم سمعتوا حتى هاد لو ديسكور ديال خاوه راه شفناه حتى من خلال السيحيه. ملي تنقول لكم راه فيلم ما مشيتي كاين الزوين والخايب، ها هو السيحيه. واكدوا مره اخرى لو كوزان ديال المرحوم الله يرحمه قال لك بانه راه هادوك شقيقنا الجزائري اللي تما راه مشدود اليوم بسبب انه علم صحابو وخوتو المغاربه اللي هما لا فامي ديال القيسي. دونك كما كنقول لكم دائما ما نعموش. سي مالك تفضل اخويا. قبل ما ننزل كلمه اخيره، هو ديال الجثه اللي باقا تما، يعني اخلاقي عيب هاد الناس اللي وصلوا لهاد الدرجه هادي. عطاو الناس دفن الموتى ديالهم وارتكبتوا جريمه وباقي انت لهاد هادي دعوه من خلالك السي رضوان، بغينا لعل وعسى تكون شي اذن صاغيه لهذا الطلب ديالنا. عطيو الناس الجثه ديالهم، الله يرحم لكم الوالدين. الحكومه راه عيب هادشي، راه عيب. احنا دابا سمعنا. شكرا خويا رضوان. خويا شكرا بزاف اخي منعم. سي مالك مرحبا خويا. شكرا لكم، الله يسلمك خويا. ربي يرحمهم هذا الحوت هذا اللي ماتوا. وشي هو، شوف انا موالف نتفرج، انا مغروم بالافلام الهنديه بزاف، بصح جامي شفت سيناريو كيما هذا. عيط نفهمه خويا رضوان، تبعني مليح. شوف تبعني على حساب عقلي، انت راك انسان صحفي ومثقف وكل شيء واعي. درك انا مثلا، انت يا كي تهز تبغي تسافر لكاش بلاصه، كاش كيما نقولوا ولايه ولا بعيده عليك واحد 1000 كيلو ولا اخي، السياره تاعك تعمرها البلان تاع ليسونس نورمالمون، يعطيك الصحه. بصح الطريق اللي نمشيو عليها حنايا، يعني في السطح يعني مش في الماء، الطريق يعني كاين لي زاباري وين نعمرو، كل ما نبصو بلاصه نعمرو، كاين ناس ما نديرو. يعطيك الصحه. كيف انت هذو اللي خرجوا بالجيتسكي، كيف قدروا يحبسوا ياكلوا الحوت؟ يا اخي تبعت الحكايه تاع الشخص اللي كان في المغرب الناجي هذاك، اللي قال لهم حبسنا كلينا الحوت. انا شوف انا التحقيق على حسب مخي، انا مانيش محقق كونان. كيف نتايا حبست كليت الحوت وما درتش الحساب نتاعك تاع ليسونس؟ معليش نتايا ما جاتسكي، انا كريت جاتسكي في الجزائر، ولا بالي كيفاه تكرا، ولا بالي واش فيها، كلش فيها الليغوي، فيها الليغوي تاع ليسونس. عندك الليغوي تاع ليسونس في جاتسكي، يعني دير حسابك نتايا بلي هذه راهي ما توصلكش للبلاصه، ما راح تطيحكم طران. كيفاش نتايا خرجت بها وحبست وكليت الحوت وكل شيء، ودرت كنا الحوايج تاعك كاملين، غير ومن بعد تقول بلي انا يا تهت وخلاص لي ليسونس وتيروا علينا لا مارين تاع الجزائر. واخا غنحسك مالك، انا هذا انا دقيقه برك نكمل لك برك رضوان. انا باغي نطلب من الاخوان واحد الحاجه، الله يرضي عليكم الاخوان، اللي يقدر يعرف لي المسافه ما بين طابي او ديستانس في جوجل، ديستانس غير طابي غير لا ديستانس ما بين السعيديه، مال بلوتو كمال ولا تحفه واحد فيكم، ما بين السعيديه وما بين سيد الباشا لاكلاش، جبدوا لي تقريبا غير المسافه الي وروتور الا كان ممكن الاخوان. تفضل معك. فهمتني، وزيد لها الحكايه تاع خونا هذا الناجي اللي راهو في المغرب، اللي قال لهم انايا نزلت والناجي بيد وشد الجاتسكي ونمشي. انا هذه اللي حبست لي مخي خويا رضوان. نتايا انا غنجاوبك على هذه المساله، نتايا راك بعقلك نكمل لك هذه برك، والله غير نكمل انا غير باش ناخذ انا المعلومه. الحاجه الوحيده رضوان خويا، والله غير رضوان خويا، غنخليك تكمل بلاتي، خليش المغرب ما تروحليش الفكره برك. واش 30 الي و 30 روتور ولا 30 فيهم بجوج؟ خليك اخي مالك معايا اخوان، كي تقول لي 32 15، لا باليش، انا نسكن في الشرق الجزائري، ما نسكنش في الغرب، انا 30 كيلومتر الي 30 روتور، صافي 60 كيلومتر. تفضل يلا اخي مالك. شوف انا لو كان جات عندي المعلومه نعطيها لك خويا رضوان، انا نسكن في الشرق الجزائري، انا ما نسكنش في الغرب الجزائري، انا قريب الحدود التونسيه. المهم ليسونسيال، الحاجه الثانيه اللي محيرتني بزاف ان ما خرجش بيان رسمي من المملكه المغربيه. هذه اللي مدوختني لحد الان،
لحد الان ما خرج حتى بيان. انا شفت غير فيديو تاع ما لباليش كون هذاك اللي كان يهضر قال لهم كي سقساوه الصحافه ولا ما لباليش قالوا له كيفاه الحكايه تاع اللي هذا خاوتنا هذو اللي قتلوا اللي قاسهم في الجزائر اذا تيروا عليهم في الجزائر. قال لهم هذه ماهيش من صلاحياتنا احنا، من صلاحيات العداله هكذا قال لهم. تبعتي اللايف من الاول السيمان ديالنا؟ لا جيت من جيت في النص والله ما تبعتو من الاول. سمعتي السيحيه ملي كان كيدوي؟ انا وصلت انا وصلت اللايف نتاعك كي كان بلال ومن بعد هبط هبط بلال كي كان يحكي ومن بعد هبط بلال. دونك في نظرك انا السؤال اخي رضوان خليك تشوف انا جاي خليك معنا. عندي سؤال معليش نكمل برك عندي سؤال. لا نكمل برك يا انا لا سؤال ليك سؤال ليك لا انا ما قطعت حتى واحد خليني نكمل برك وتفضل. لا انا رضوان اللي عطاني الاذن باش نتكلم. ما عطاكش الاذن رضوان اللي عطاني الاذن باش نتكلم. انا دلتي خويا والله غير دلتي سامحني نكمل وقتي. وانا عندي سؤال بسيط سؤال بسيط علاش عندكم نفس الاسئله؟ معليش عندنا نفس الاسئله. نعم الصباح وانا كنجاوب على نفس الاسئله والله العظيم. اش كتفكروا بنفس الطريقه؟ تبعني لا حسن انت سالت انا راح نجاوبك انا على حسن النيه وفضل هذا هو التحليل تاعي ما عندي حتى لا ولد انا الهضره تاع الناس ونعاودها انا هو التحليل. دابا السؤال اللي طرحته نتايا جاوبنا عليه وانت كنت حاضر جاوب عليه كمال وجاوبت عليه انا وهذا وكتجيو كتعاودوا نفس السؤال. زعما هذه القضيه بريئه عندكم؟ زعما كل شيء كيفكر بنفس الطريقه في الجزائر؟ ما عليش نطرح عليك سؤال. دابا انا جاوبت انا سولتك غادي تولي انت طرح لي سؤال. شوف هو شوف هذا جايك انا راح نجاوبك ونزيد يلا جاوبني وطرح لي السؤال. سول سوا يسولني. شوف في البيان الرسمي مالي تسكر المايك تاعك صوتك برك انا عييت. في البيان الرسمي اللي دارته الجزائر نهار الاول واش قالوا؟ الله الحمد لله راك تسمع فيا قلت لي سكر المايك عاوتاني شو بغيت تهبلني مالك فين وصلتوا الاخوان؟ هاني هو طرا عليا سؤال طلع قال لي طرا عليك سؤال قلت له نكمل برك الفكره تاعي وتفضل مزيان. الو ما عرفتش كيما قلت لك واش تبعتي اللايف من قبيله داك السيد اللي كان كيتكلم؟ انا خويا وصلت عند بلال كي بلال هبط كي بلال هبط انا طلعت. واخا انا نعطي الكمال ولا تحفه واحد يجاوبك على هذه المساله ديال الحكومه؟ شوف نكمل هذه برك انا الحاجه انا الحاجه معليش انا خويا في معليش انا ذوك القوات البحريه الجزائريه ديروا باللي هما اللي ضربوا اللي تيروا على هذو قتلوهم معليش. الجثه نورمالمو فيها تشريح وفيها نورمال مو هكذا الاخ رضوان نورمال مو فاش نتايا كيفاش نتايا في نهارها دفنوها؟ انا هذه اللي مدوختني باش كان نعطيك حاجه انا اللي بيسك معقب الارمي تاعي في الجزائر ونعرف شويه عندي شويه خبره في الجزائر. في الجزائر كان السلاح اللي يستعملوه في الجزائر اللي لامارين الجزائريه اللي هو كلاشينكوف عيار 7.65 والعيار اللي يستعملوه والسلاح اللي يستعملوه المملكة المغربية القوات البحرية المغربية اللي هو 5 سلاح الخفيف الأمريكي. مزيان شوف دابا الشيء دابا من خلال الجواب انا هذه هي انا هذه اللي دوختني دابا شوف الشيء دابا شكون اللي تيرا في داك السيد قلتيه لنا انت؟ ايوا شوف سهله حنا غناخذوا واحد السيد قرعه هذا هي السيد يعطيك الصحه ضربوا واحد السيد بخمسه ولا ضربوا واحد بسته ضربوا واحد بسته غيشدوا الطبيب ديال الطب الشرعي غادي يشوف وغادي يقول لهم يا هذيك انتم مرض رطوان على ما قلتوهاش انتم في بلادكم في مملكتكم على خليتو تفنوا انت قلتيها. شوف دابا انت جاوبتي راسك القينه ديال 7.65 راه غادي سلاح روسي سلاح روسي اللي تكسبوا الجزائر غنقولوا ديال الجزائر القيمه 5.63 ولا تقولتي 45 ولا داك العجب اما 56 متفقين ياك متفقين تاع المغرب خاطر المغرب تشتري السلاح الامريكي. دابا الجواب واضح دابا انت دابا واضح خويا رضوان لقينا 7.65 اش غنقولوا؟ الا لقينا 7.62 اش غنقولوا؟ دابا هو قال 65 ماشي 62 الا قلتي 7 جزائري
جزائري. إذا لقينا خمسة كمل كمل. إذا لقينا خمسة فاصلة شحال؟ فاصلة 56. سلاح سلاح مغربي. رضوان رضوان الملك. شكرا للملك خويا. هنا هنا واحد القضيه اللي ما كينتبهوش ليها كيسحب لهم باللي باللي التحقيقات هي متعلقه فقط بمن قتل ياك، ولكن التحقيقات راه خصنا نعرفوا فين تقتلوا، لا ديستونس اللي تضرب بها، واش تضربوا في اقليم مغربي ولا في اقليم جزائري. كاين اسئله كثيره كتتحط، ماشي غادي نجيو نخرجوا ببيان بحال داك البيان اللي خرجتوا لينا نتوما. نتوما ما كاملش، ما فيه حتى شي جواب. خصنا نخرجوا ببيان اللي فيه اجوبه للشارع. نعم، واخا ناخذ سي عز الدين ومن بعد اختي ليلى. عز الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رضوان. تحياتي. كتسمعني؟ انا في الطوموبيل. الدخله ديال سير خيرولا. المهم خويا رضوان، خويا رضوان باش ندير واحد المساله باش هذا الاخ اللي هبط يسمعها. خويا هذا كيقول لك العيار ديال الرصاص 7 سنتيم فاصله 65 ملم، هذا راه القرطاس ديال الكلاشينكوف الاخ. اما السلاح ديال السلاح المسدس راه ما كيتعداش 10 ملم من العيار ديالو، راه ما كيتعداش. يعني هذا ما فهمتش واش هذا دخل الجيش ولا شحال الصوره. احنا غنمشيو معاه، شوف حنا غنمشيو معاه بالخوشيفات. قال 765 قولوا 765، قال 762 قولوا 763 ولا 62. صافي دابا حنا داكشي باين. تفضل اخي عز الدين. خويا رضوان واش كتسمعني مزيان؟ كنسمعك بصحتك اخويا. الله يعطيك الصحه، لقيتيني غادي بحالي في الطريق. طارق السلام. الله يعزك. المساله الغريبه في الامر هذا الذباب الالكترونيكي ديال هاشم قريحي، وخصوصا عجبني انا الملك دابا، لان على الاقل هذا تلا 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 واحد الاعتراف بالصفه العسكريه ديالو. هذه واحد النقطه ربحناها. الطرهات ديالهم ولا الشطحات ديالهم ولا سميها كما بغيتي، هذه كيستحمروا بها الاخوان ديالنا في الجزائر، ولكن باش يستحمروا بها المغاربه راه صعيب عليهم بزاف. وما دابا ولاو كينقزوا اللايفات ديال المغاربه اللي كنتناقشوا فيها وكنطرحوا موضوع للعالم كامل كيستنكروا، وهذا تعدي واضح وباين وضوح الشمس. ففي الاول دخلوا الشطحات ديالو بانهما شواكر وبان راه واعرين وداروا انجاز، ولاو كيديروا لايفات الاول ولاو كيعملوا المقارنه بان العماسيل ديال الضربه هذه كنقرنوها بالضربات ديال المعبر الكركرات والمنطقه العزيله وما نعرفش شنو. ودابا ملي شافوا العالم كيستنكروم وبانوا بانهم اغبياء، وشافوا التريض ديال الدوله اللي عندها مؤسسات، الدوله اللي كيقولوا عليها هما مخزنيه، يكفينا شرف انا سيدي، حنا مخزنيين، ولكن على الاقل حنا دوله عندنا مؤسسات، عندنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، عندنا امور، يعني كل مسؤول راه كيتحمل المسؤوليه ديالو، حتى الناطق الرسمي في الحكومه ولا القضاء ولا ما غيقدرش يدلي بشي تصريح عشوائي، لان عنده متابعه من بعد. الاعلاميين عندنا رقابه على الاعلاميين، وحتى المواطنين كيحذيو اللسان ديالهم، لان عندك تجاوزات الذي لا تخفى. هاد الناس هادو اللي كيجيو وكيبقاو عملوا هاد الشطحات، راه العالم عاق بهم والعالم حس بهم والعالم عرف الاستعباد ديالهم. فهاد الذبابيين انا كنسميهم ذبابيين الشنقرحيين، راه حنا عايقين بكم، راه كفانا هاد الخطابات. وعجبني الاخ تحفه ملي قالوا راه الخطابات ديالكم موحده، والاخ تحفه غادي يعطيك واحد الاضافه الا بغيتي تخدم من خوك، راه السي عبد المجيد غادي يدير التحدي في 24 غادي يبني السور في البحر، غيعمل حدود بالسور في البحر. كي غيدير مع الماريا راه هذاك التحديات بحال ديال دريك. المهم راه هذا السي عبد المجيد هذا، والدوله ضاربه وراك عارف. غادي كيما غادي نزيد اكثر من هيدا. المهم راه الرساله البرقيه مفهومه، راه فهموها، وإلا بغاو يفهموا راه ما غيفهموش، لان هو الهدف ديال الدخلات ديالهم والتدخلات ديالهم في اللايفات ديالنا، والله ما كيقصدوا الشعب المغربي، بل كيقصدوا الناس ديالهم اللي باقي كيفكروا بشويه ديال الحريه، كيحاولوا يعملوا لهم ديك الضبابيه في العين ديالهم. هما ما كيستهدفوناش، كيستهدفوا الشعب ديالهم من خلالنا حنايا.
وحنا لهم بالمرفض وراه ما غيوصلوش لهذا المستوى وما كنتوقع يعني ديك الاعلامي ديالهم يقول ديك الكلام ويقول اكثر من هذاك. وتحياتي لكم. تحياتي وطريق السلامه لوغ الاخوان اللي عاد طلعوا معنا دابا غنذكركم الوغ اليوم تحكم على اسماعيل الله يطلق سراحو اسماعيل صنابي ماشي صنايبي صنابي اللي مشدود في الجزائر تحكم عليه بست شهور وب 75 الف اورو دونك المهم هذا الشيء باش باش يضرب لنا ديك الروايه اللي كتقول لك بانه راه ما مشدود عنده حتى شي واحد. اختي ليلى السلام عليكم. ليلى السلام عليكم. وعليكم السلام. شغل الحمد لله. تحياتي. كيف حوالك؟ لاباس؟ كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. اخي راح ندير واحد الملاحظه برك السيد عز الدين اللي درك كان يتكلم. السيد طلع ما سمعناه قال حتى حاجه مفيده في القضيه هذا. كل واحد يطلع غير يشتم. احنا يا رانا معروفين في الدول واغبياء يعني تسمح لي الاخ رضوان مع كل احتراماتي ليك وللمغاربه الاحرار قبل ما نبدا سامحني برك خليني برك يا اخي خليني وكلمه اغبياء واش معناتها هذه؟ لا باش تقول شويه استعباط استعباط سامحني سامحني برك سامحني اخي حنا نقول لكم انتم المغاربه ديما انتم الطفل تاع الفيلم ديما انتم ابطال واذكياء وعندكم خبره واغلبيتهم يطلعوا اغبياء الاغبياء ما يدخلوا حتى في موضوع يدخلوا واش يتكلموا سامحني انا نقول لك كيسميونا بالشماليه الطنجاويه حنا العواول ديال الروايه زعما حنا هما الابطال ما نفهمش انا هذه واش ما نفهمش اللغه تاعكم ما نفهمهاش الدرجة دو توت فاسون يبركاو شوية من الفخفخة الفارغة قال لك ملؤوا السنابلي تنحني تواضعا والخاليات رؤوسهن شوامخ ليكون عنده فلات لا ليس الفارغات والخاليات رؤوسهن شوامخ وطالع عليها فهمتني المهم عندهم نفس المعنى كلمتين مترادفتين لهما نفس المعنى الجميع من اللي فرغان القوطة اللي يعود فرغان ديما تلقاه يقربع دو توت فاسون انا راح ندير لك واحد طلع واحد المغربي تكلم على الشاحنتين اللي قال لك نطلب من الجزائريين يعطيونا الاسماء نتاع السائقين اللي قتلوا على حدود ما بين موريتانيا والصحراء راك معايا معاك اختي معاك انا نعطي له انا واحد نسيت اسمه بس هنعطي له اسمين تاع السائقين واحد اسمه حميده واحد اسمه ابراهيم حميده وابراهيم فوالا الثالث لو كنا نتذكروا لو كنا نتذكروا دوك نقوله لك ثانيا ربي يرحم كل من ماتوا ونمد تعزيتي دركا الى اللي ماتوا من المغاربه عظم الله أجرهم وإن شاء الله ربي يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى. ثانيا راح ندير لك واحد الملاحظة في البيان في البيان اللي من قبيل المغاربة يتكلموا عليه بالصح ما قراوش البيان مليح قال لك وزارة الدفاع الوطني أن حرس السواحل الجزائرية قاموا بإطلاق تحذير صوتي لسائق الدراجات المائية أمرهم من خلاله بالتوقيف عدة مرات إلا أن هذا التحذير قبل بالرفض يعني لم يتوقفوا ما حبوش يتوقفوا ما حبوش وقام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطرة ليش اختي ليلى سمع انا راه خوك ما قارش بزاف انا غير واحد بغيت نفهم انا وصلت لك اي وصلت لك انا شوف الاخر دوانا انا ثاني اليوم انا عيانه راح ندير معاك هذا التدخل برك وننزل شوف هما قال لك باللي الجزائر تهمت هادو اللي كانوا في الدراجات المائيه باللي انهم حاملين هم من اصحاب تهريب المخدرات
لم تقل وزارة الدفاع هذا. واش قالت؟ قالت لك في المياه الأقليمية الجزائرية وفي المنطقة البحرية الحدودية التي تعرف، هذيك المنطقة تعرف بنشاطات مكثفة لعصابات تهريب المخدرات. ما قالتش باللي بلال واللي كانوا معاه بلا راهم حاملين المخدرات. قال لك المنطقة تعرف. واخا لالا، هذا باش نوله المغاربة ما يبقاوش يديروا التهمة لوزارة الدفاع تاعنا الوطنية بلا راهي تهمتهم بالمخدرات. ثانيا دقيقة برك اخويا، ولكن ثانيا لو تدخل للتصريح اللي قامت به الصحفية المغربية لابن عم بلال ولا اختو ولا جون سي با مع الاخ تاعو، شوف تلقى فرق كبير ما بين الدلائل اللي هضر بهم الاخ تاعو ما بين الدلائل اللي هضرت بهم الصحفية. الصحفية قالت ربع لا ماشي خد. اسمع لي أي نقطة نظام. تحفة خليك معي ما تقطعيش. تحفة إذا كان ممكن أخي تحفة كتسمعني غادي ننزلك غابيدمو إذا كتسمعني يا تحفة ما عرفتش تحفة كيسمعني ولا ما كيسمعنيش. anyway دونك إلا ما كنتيش كتسمعني تحفة غنزلك غنطلع يحيى ولد عم المرحوم ونعاود نردك يا تحفة إلا كنتي كتسمعني. يحيى ها هو راه رجع دونك غادي نزل تحفة غير اون اتوندو ينزل شي واحد من الاخوان ورا. يا اخي كاينه نقطه انا غنرد لك بلاتي، انا غنرد لك دابا هادشي اللي كتقولي انت مناورات خطيره وقلتي تناقض ما بين الروايات. دابا ها هو ولد عمو من قبيله هو يحكي لنا السيحيا ها هو غادي سمعتو يا اخي انا سمعت خوه واش قال بصح خوه صرح. انا واش حبيت النقطه اللي حابه نوضحها لك، خوه صرح بخمس اشخاص كانوا وبنت عمو صرحت باربعه، وهي في الحقيقه اربعه ما همش خمسه، واللي ماتوا واحد فريد مش زوج هكذاك. واللي مشدود في الجزائر كاين شي واحد في الجزائر واحد وي وي ولا هضر عليه خوه قال لك كاين فوالا اثنين. انا رديناها على قد عقلي، انا راه مخي صغير. كانوا اربعه دابا واحد مشدود في الجزائر واحد عندنا الحمد لله هرب، بقاو جوج فينا هما ماشي زوج وهرب مع خوه واحد نو